الجمعة كمان شرفنا ابن العم الأستاذ حسن بصفر، حسن سلطان بصفر، جارنا ورئيس مركز حي النهضة، وجرجرني معاه في حي النهضة ومسكنا إدارته وتعبنا، ومشاركات اجتماعية هنا وهنا وبين الصحة وبين هذا، وكلنا على خط واحد. بس سوينا دوتو فترة كذا، ما زلنا إن شاء الله، إن شاء الله بخير. الله يبارك فيك أبو عصام، يعطيك العافية. وجاري بيتين بيني وبينه. الله، أول شيء أنا سعدت بفكرتك في قبل رمضان خيرات الطائف، وفي حي حيوي من أحياء حي النهضة شارع التأمين، والناس دائما يقولوا لي ما شاء الله ولد عمك فاتح بسطة الخيرة الطائف، وهذا ما شاء الله متميز، وجوله ما شاء الله شخصيات بارزة في المجتمع، وأنا أتابع يعني ما شاء الله. فأسأل الله لك التوفيق أبو عصام، أنت مهندس وزراعي ولك بصماتك وإعلاميا في الطائف، يعني أحيت تراث الطائف وبديت حتى في البلد وتاريخ جدة ما شاء الله، والآن ما شاء الله حتى في النهضة، ما كنت مدير مركز النهضة كان لك بصمتك، يعني شعرت الحركة في مركز حي النهضة إعلاميا وبرز، يعني أنا أقول كلمة حق هذه تقال للإعلام، ولكن الحمد لله ما زلت أنت وهاج في إعلاميا ولك متابعين عدد كبير ما شاء الله، أنت عدى 8 مليون حسب عندي. الله يوفقك، وخيرة الطائف إن شاء الله حارة أسفل، وأغلب أهل الطائف لازم يمروا هذا الديوانية وهذا المركز المتميز. بس حسن عندكم حر في جدة هنا، لكن الحر لا نجيب هو لا يبغانا مطر، والطائف مطر أني ودي أشيل يومين سيول وجوك الإعلاميين كمان ما شاء الله تبارك الله، زيارة الإعلاميين ما شاء الله تبارك الله. اليوم قماري وجونا رايدين والمطر في الطائف، بسطت عيلتنا مفتوره يا اخي. والله سعدنا بزيارتك، وانا انبسطت اكثر بالمنتجات اللي انا شفتها صراحه، حاجه زي ما يقولوا بلدي بلدي، اللي يبغى البلدي يجي خيرات الطائف الصراحه، كله جلاب جمد كله شيء طازه وبلدي صراحه، يعني انا عن نفسي باخذ من هنا باذن الله لين اخر رمضان. الله يعطيكم العافيه، واحنا مستمرين على طول ان شاء الله، يا بترك يا ابي بحن ان شاء الله بعد على طول ان شاء الله، وانا طالبكم انكم تستمروا مو بس رمضان، تدوركم حاجه طريقه مدخل انه تستمروا اكلكم طعم باذن الله، وانتم تشرفونا حقيقه بوقفتكم، يعني ايش يبغى الواحد، بنات البلد وابن البلد واقفين ويقدموا احسن اكل، وهذا انا كمان خيرات الطائف واقف لا صبيان ولا شيء، وقاعد من الشمس ماني واقف على جده، طائف الجو مطر في الطائف وانا قاعد هنا، ورغم ذلك اللي مريحني اني انا اشوف الناس مبسوطين ياخذوا يعني يزنوا بين ما لقى جو، هذه تريحني حتى لو حرب الستين. الحمد لله. يلا نشوفكم على خير، ونشوفكم خيرات الطائف وبسطت عيلتنا. خيرات الطائف وبسطت عيلتنا.